لو الحكاية فيها إن فيجو يعني كنا يعني كان هنعاني بقى سنوات طويلة لأن الدوري ابتدى برضو شايفين أنا شايف إن إحنا بنعاني نتيجة الثلاث سنين أو سنتين ونص اللي فاتوا جوه. بالنسبة للعادي يا كابتن حسام هل في أي خلاف في جنود الحق؟ لا خالص لا مش واللي أنا بأكده تاني الناس قاعدة تقول لك على التحليل ومش التحليل وكده بل بالعكس يعني أنا النهارده هبتدي الاستوديو التحليلي مع مدحت شلبي هو كلموني النهارده واخترت اتحاد الكوره انا كده لغايه اما اشوف اتفاقاتي معاهم ايه اتفاقاتي بالنسبه للنسب وكده ولا لا نسب متحدده بينهم بالاتحاد اما اشوف انا بس في شروط جزائيه معينه كلها اكيد في شروط جزائيه زي ايه بينا وبينهم لا انا لو مشيت هدفع شرط جزائي هم لو سابوني هدفع شرط جزائي بس ثلاث شهور شايف يعني المنتخب الاولمبي بقى في الفتره الجايه يعني عايزين نطلب جوائز انا يا جماعه لسه بعمل قوائم انا ما عنديش قوائم منتخب اولمبي في منتخب شباب في فرق بين منتخب شباب ومنتخب اولمبي انا لسه حسام البلدي كل تركيزي في المنتخب الاولمبي انا بختلف عن المنتخب الكبير المنتخب الكبير اللعيبه موجوده في الدوري العام انا لسه بعمل قوائم اما اعمل قوائم حتى هحط البرنامج بتاعه واقدمه لاتحاد الكوره في الصحه ان شاء الله يعني فاهم قصدي اما اعمل قوائم اجمع وتتابع وتشوف احط بقى البرنامج بتاعي كذا وكذا لحد العاد لحد 2015 يا كابتن 16 2016 ان شاء الله ماشي بالتوفيق.